مشاهدي فضائية نور سات وتلفزيون تيلي لومير، نرحب بكم في لقائنا الأسبوعي، وبداية نرفع أسمى التهاني وأطيب التبريكات لمقام صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وللأسرة الأردنية الواحدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ضارعين إلى العلي القدير أن يحفظ الأردن الوطن الأغلى وأن يبقى مزدهراً وشامخاً بعطاء ووفاء أبنائه. وقبل التفاصيل نبدأ معكم بأبرز العناوين. معا نحو السلام، مهرجان فني من تنظيم المهجرين العراقيين. متحف كنيسة الروم الأرثوذكس في الفحيص ضمن حلقات كنيستي. 1030 مقعدا للسيدات في مجالس البلديات والمحافظات. أهلا بكم. نظم الإخوة العراقيون المهجرون في الأردن مهرجاناً فنياً قدمته مجموعة من الشابات والشباب العراقيين حمل عنوان معاً نحو السلام، اشتمل على العديد من الفقرات التي تنادي بالسلام لأجل العراق والعالم. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. أربع سنوات مضت على الهجرة القسرية التي تعرض لها الإخوة العراقيون في وطنهم ولجأوا فيها إلى الأردن. بعد هذه السنوات ارتاء شبابهم وشاباتهم إقامة هذا المهرجان الفني الذي يعبر عن همومهم وأحزانهم لهذا التهجير الذي تعرضوا له بسبب الإرهاب. اشتمل المهرجان الذي أقيم في كنيسة القديس جوارجس للروم الملكيين الكاثوليك الفحيص ورعاه قدس الأرشمندريت بورس حداد بحضور النائب الدكتور فوزي الطعيمة والدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب نورسات الأردن وأعضاء السفارة العراقية ورئيس وأعضاء مجلس بلدية الفحيص وعدد من الآباء الكهنة والشخصيات الرسمية وجمع كبير من المهجرين والمدعوين. اشتمل على العديد من الفقرات المؤثرة التي تحكي معاناة الأشقاء وتعكس أمنياتهم بعودة السلام إلى العراق وبقية الأقطار التي تفتقد الأمن والسلام. بدأت فعاليات المهرجان الذي أشرف على إعداده وتنظيمه الفنان العراقي هدي الكوزة باستقبال شعلة السلام، تلاها تقديم أناشيد وطنية وتراتيل دينية وقصائد شعرية وفقرات غنائية ومسرحية متنوعة. نريد رغم الألم اللي نعيشه عندنا بصيص أمل، نريد نوصل للعالم ان نريد نعيش، يعني نعيش بحب بسلام بإنسانية رغم كل الظروف يعني، والمواهب اللي عندنا يعني لازم نطلعها، ان كان شعر ان كان غناء ان كان ترتيل ان كان مسرح اي شيء. الفن هو اجمل شيء بالحياة، واكيد هاي الفكرة خليتها اني بالي من سنة تقريبا نشتغل بهذا الموضوع. واحنا نشكر نورسات اللي هي دائما تغطي كل مشاريعنا وكل اعمالنا. وقاعدة بكل المجالات.
وألقى راعي الحفل الأرشمندريت بولس حداد كلمة أشاد فيها بفكرة المهرجان، معتبراً هذا العمل ليس بجديد على أصحاب الفن والصوت الراقي من أبناء العراق الأصيل. مع نحو السلام، هذا صرخة الشباب اللي حضروا بإمكانيات كتير بسيطة وإمكانيات كتير محدودة، ولكن حتى يحكوا للعالم بكفينا دماء، بكفينا حروب، بكفينا دمار، يكفي يكفي. وهذه ربما تصلح لصرخة لتكون للشرق الأوسط كله، السوري والمصري واليمني، كل البلاد اللي تدمرت واللي صار مفقود، تفتقد إلى السلام. صرخة أكيد من قلب جريح ومن قلب متألم وما زالوا مهجرين. الأردن هو بلدنا الثاني اللي فتح أبواب أمامنا. كنيسة الأردن أيضا هي كنيستنا الثانية، إحنا ما عندنا كنائس بالأردن، فكل الكنائس الأردن هي كنائسنا. الإخوة والأخوات العراقيين في الفحيص وفي الأردن هم أصحاب البيت وإحنا الضيوف، لا ننسى تاريخ العراق قديمه وحديثه، ولا ننسى مواقف العراق العظيمة مع الأردن في أيام كانت صعبة، فهذا الجزء قليل قليل وقليل جدا من رد الجميل لهذا الشعب العراقي العظيم. هم إخوة لنا وأخوات، ونحن سعيدين جدا بأن نشعرهم ولو بصورة قريبة من واقعهم، نشعرهم بأنهم في بلدهم ومع شعب شقيق لهم، ونشعرهم بأن ما يصيبهم يصيبنا وما يصيبنا يصيبهم، نحن شعب عربي واحد. وفي ختام المهرجان الذي تخلله تقديم فقرة غنائية تراثية للفنان العراقي رائد حبيب، جرى بمشاركة الدكتورة السمعان توزيع الهدايا على القائمين والمشاركين في هذا العمل الفني، إلى جانب التقاط الصور التذكارية، كما قدمت طفلة عراقية زهرة السلام إلى راعي الحفل الأب بورس حداد. ترأس قدس الأب إبراهيم نفاع راعي كنيسة القديس مار ميخائيل اللاتين في بلدة السماكية بمحافظة الكرك قداس شكراً لإبراز النذور الدائمة للراهبة فادية مساعدة من راهبات الوردية المقدسة، بحضور الأخت مشلين معلوف المستشارة الإقليمية لرهبنة الوردية في الأردن، ولفيفة من الآباء الكهنة والراهبات والأهل والأصدقاء. وتحدث الأب نفاع في عظة القداس عن الدعوة الرهبانية ومعنى تكريس الإنسان للرب وأن يكون جزءاً لا يتجزأ مع الله. كما ألقت الأخت مساعدة كلمة شكرت بها الله على هذه النعمة، مشيدة بالرهبنة الوردية المكان الذي احتضنها وحققت الدعوة فيه. وبعد القداس قدم الأهالي والحضور التهاني للراهبة مساعدة، متمنين لها خدمة مباركة في رهبنتها الوردية والكنيسة المقدسة. بداية بحب أشكر ربنا على هاي النعمة، نعمة تكرسي، نعمة هالمسيرة يلي مشيتها معاه بحقله. بشكر كمان كل الأشخاص اللي كانوا حاضرين اليوم، بشكر الخوارنة، بشكر الرهبات. كلمة اليوم هي للشباب، لكل شاب وصبية يلي عم بيفكروا بالدعوة، ما يخافوا إنهم يسمعوا صوت ربنا، ما يخافوا إنهم يلبوا الدعوة بالرغم من كل التحديات يلي عم بتكون اليوم بهذا العصر، لكن صوت ربنا ونعمة ربنا بحياتهم هي بتكون الأقوى، ما يخافوا إنهم يحكوا كلمة نعم، لأنه ربنا مع النعم بيعطي كل نعمة. شهر آب من كل عام هو شهر العذراء،
فيه تحتفل الكنائس الرسولية بصوم السيدة العذراء وعيد رقادها وانتقالها إلى السماء. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السيروفيم، يا من هي بلا فساد ولدت كلمة الله، حقا إنك والدة الإله إياك نعظم. يا والدة الإله عيد رقاد والدة الإله الكلية القداسة تحتفل به الكنائس الشرقية في شهر آب من كل عام، يبدأ بالصوم ويدعى بصوم السيدة العذراء ويستمر لأسبوعين وينتهي بصلوات احتفالا برقاد السيدة العذراء وانتقالها بالنفس والجسد إلى السماء. كنيسة القديس نكتاريوس ترأس المتروبوليت فينيديكتوس خدمة تقاريض جناز والدة الإله بمعاونة لفيف من الآباء الكهنة وحضور جموع من المؤمنين مكرمين ومرتلين للفائقة القداسة في عيد انتقالها للسماء. إن رقاد السيدة العذراء وانتقالها إلى السماء جعلها مساهمة في خلاص العالم، فلك نرتل يا والدة الإله بما أنك انطلقت إلى الأخدار السماوية نحو ابنك فأنت تخلصين ميراثك دائما. مرتلين لابنك الوحيد لأنه بالمجد قد في كنيسة رقاد السيدة العذراء في المفرق ترأس المطران فيليمونس مخامري بمعاونة الآباء الكهنة خدمة جناز السيدة العذراء بمشاركة جوقة الكنيسة وجموع المصلين. غير متزعزعا لأنك أنت وحدك قدوس أيها المستقر في القديس. وبين جبال دبين الخضراء التأم المؤمنون في دير السيدة العذراء ينبوع الحياة بخدمة جناز السيدة العذراء التي ترأسها المرشد الروحي للدير الأرشمندريت كريستوفورس عطلة. وفي خدمة الطواف التي جال بها المؤمنون حول الدير حاملين أيقونة رقاد السيدة ومرتلين في ميلادك حفظت البتولية وصنتها، وفي رقادك ما أهملت العالم وتركته يا والدة الإله. وتركته يا والدة الإله. أصبحت مريم العذراء والدة الإله لأن في أحشائها ولد يسوع المسيح بالطبيعة البشرية بحلول الروح القدس عليها، وهي أيضاً أمنا جميعاً لأننا عندما نتناول جسد المسيح ودمه نصبح أخوة للمسيح. في كنيسة
كنيسة القديسين قسطنطين وهيلانا ترأس الأب أليكسيوس قاقيش خدمة التقاريض بمشاركة جموع المؤمنين والمرتلين للدائمة البتولية والمتضرعين واللاجئين لمعونتها وشفاعتها. إن البرايا بأسرها تفرح بك يا ممتلئة النعمة، محافل الملائكة وأجناس البشر لك يعظمون. أيها الهيكل المتقدم والفردوس الناطق وفخر البتولية مريم التي منها تجسد الإله وصار طفلا وهو إلهنا قبل الدهور، لأنه صنع مستودعك عرشا وجعل بطنك أرحب من السماوات، لذلك يا ممتلئة النعمة تفرح بك كل البرايا وتمجدك. وتمجدي حلقتنا لهذا الأسبوع من سلسلة حلقات كنيستي، ننقلها من قلب كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس في الفحيص، التي أصبحت متحفاً يضم بين جدرانه أيقونات قديمة وأوان مقدسة تؤكد تاريخ المسيحيين في المشرق العربي. إلى المزيد، نتوقف اليوم في مكان يعبق برائحة القداسة، مكان عاش به آباؤنا وأجدادنا منذ بواكير صباهم، مكان جوفه مليء بالبركات. تجول بأنظارك حول المكان من الخارج فتجد لكل حجر في جدرانه القديمة قصة وأسطورة لزمن من الأزمان، كأن التاريخ يتجول في النهار ويخلد ليلا في هذا المكان المقدس. يا كنيسة يا مجيدة أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. حلقتنا اليوم تدور حول كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس في الفحيص، ففي عام 1880 قدم نائب البطريرك للروم الأرثوذكس في القدس طلبا مع إقرار إلى الوالي أشرف الشاهاني للحصول على موافقته لبناء كنيسة تخصص لرعايا الروم الأرثوذكس المتوطنين في قرية الفحيص التابعة لقضاء السلط. وبالفعل صدرت الموافقة على إقامة الكنيسة المذكورة، حيث قام أهالي الفحيص في شهر أيلول من عام 1882 بإحضار البناء المعروف أبو حبيب العرنكي الذي وضع أساسات الكنيسة على مساحة 48 مترا مربعا. وفي العام التالي شيدت هذه الكنيسة الصغيرة على نفقة غبطة البطريرك كيريوس كيريوس إيروثيوس، كان بناؤها الخارجي من طين وحجر، ومن الداخل عبارة عن أقواس، وتوجد على السطح قبتان صغيرتان، سميت بكنيسة القديس جوارجيوس نظراً لمحبة أهالي البلدة بهذا القديس العظيم، واستمر العمل الرعوي فيها حتى عام 1919. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي فلك روح ملجأ لكل الخطى. ونظراً لصغر مساحتها وازدياد أعداد المصلين فيها،
نقل الآباء الكهنة الأوائل الكنيسة إلى كنيسة أكبر بالجوار منها، ومع الأيام تحولت تلك الكنيسة الصغيرة إلى مدرسة لتعليم الأطفال التي انتقلت بعد عدة أعوام لمكان آخر، وبقي المكان خاوياً لا حراك فيه حتى عام 1985، حين جاء الأب المتنيح يعقوب الداود مع عدد من أبناء الشبيبة منهم السيد حسام السلمان، فبشروا بأعمال الصيانة والترميم وإعادة الحياة للمكان، ثم قاموا بإحضار الأيقونات القديمة والحلل الكهنوتية وكتب الخدمة ووضعوها جميعها في هذه الكنيسة الصغيرة لتصبح متحفاً يحافظ على تاريخ الكنيسة الرومية الأرثوذكسية في الفحيص. في عام 2015 تمت سيامة الشماس بشارة دحابرة كاهناً على مذبح الرب وتعيينه في الفحيص ليبدأ خدمته فيها، ومن ضمن خدماته في المنطقة مسؤولية الحفاظ على هذا المتحف بالتعاون مع إخوته الكهنة. في لقاء نورسات الحصري مع الكاهن الجديد شرح لنا عن تاريخ المعروضات داخل المتحف وعن أهمية الأيقونات والأواني المقدسة الموجودة فيه، وأعلن في اللقاء عن عزمه في الأيام القادمة لجمع التبرعات من المحسنين والداعمين للكنيسة لترميم المكان من عوامل الطبيعة المؤثرة عليه والحفاظ على مكنوناته داخل لوحات زجاجية مخصصة لذلك. في تعاليمك المضيئة أنت سراج طريق، وبأسرارك النفيس ضفنا يسوع الرقيق. احنا موجودين بمكان اسمه حوش المدارس، وخلفنا الكنيسة الأولى اللي انبنت بعد كنيسة الربع اللي هي ما تسمى بالمغارة اليوم. الكنيسة هاي أعطاها الباب العالي فرمان رسمي للبناء بسبب حاجة وازدياد المسيحية الموجودين بالفحيص لكنيسة. الكنيسة هاي فيما بعد انبنى حواليها صفوف حتى تخرج أجيال، لأنه كان بالعهد التركي كل طائفة تسمى بالملة. الملة هاي هي كانت وظيفتها تأمن التدريس لكل رعاياها. فبالفعل أهل الفحيص أنذاك بنوا الغرف اللي شايفينها على اليمين اللي هي الغرفة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، حتى تكون منبع تعليمي روحي لأبنائهم، وأول شيء وآخر شيء يكونوا قدامهم إنهم هم شايفين شو نوعية التعليم اللي بتخرج لأبنائهم. وعشان هيك سموا هاي المنطقة اللي إحنا واقفين فيها حوش المدارس. الآن إلى صحن الكنيسة، كنيسة القديس جوارجيوس اللي انبنت ب 1882. ازدياد عدد المسيحيين، توسط الفحيص بين أربع أسقفيات لعب دور مهم إنه الناس تبحث عن كنيسة جديدة. الأسقفيات اللي كانت موجودة أسقفية السلط، أسقفية عين الباشا، أسقفية ناعور، أسقفية صاغور اللي هي موجودة بالغور. هالمسيحيين اللي كانوا كثيري الترحال كانوا يجوا بسبب وجود الماء بالفحيص والأعين مثل عين الراهب الموجودة لليوم. إحنا موجود عندنا الآن بهذا المتحف أثريات مقتنيات بتعود لل 1810 1820 1828، وإذا بتلاحظوا الأيقونات هي فريدة من نوعها بالرسم. الزمن بلش يطغى عليها، وهذا بنشوفه بالأيقونات. عشان هيك بنحاول مع الزمن إنه إعادة ترميم هذا المكان، إعطائه صبغة الروحية حتى يواكب العالم ويحافظ على نكهته
القديمة ونحافظ على تاريخ المسيحية، لأنه كل مالنا عم نندثر وعم نتلاشى عن التاريخ. اللي بيتنقل بين طيات المتحف بشاهد أشياء أثرية قيمة، وللتاريخيين اللي بيهتموا بأدق الأحداث بأكدنا أنه الإبيتافيون الموجود هون هو من 1882، يعني من لحظة تأسيس الكنيسة، لكن اللي بيلاحظ أكثر وبدقق بيشوف أنه الكتابة حوالين الإبيتافيون بالروسي. هذا إيش بدل؟ بدل أنه الدعم كان للكنيسة هون من الإرساليات الروسية، وهذا الحديث بأكده الثياب الكهنوتية المحفوظة بالمتحف بالجهة الأخرى. إبيتافيون هو جاي من كلمة إبيك إتافو، الجسد الموضوع في القبر. بالعادة بكل كنيسة موجود هذا الإبيتافيون، حتى الجمعة العظيمة بيشلوه من صندوق الذخيرة وبيحطوه على النحش وبتم إقامة جنازة سيد المسيح. بالكنيسة الأرثوذكسية موجود الأيقونة، الأيقونة هي عبارة عن كتاب الأميين، وضعوها الآباء القديسين حتى الناس يفهموا سرد الأحداث الخلاصية اللي صارت بالكنيسة. والخلاصة، فإن هذه الفنون البيزنطية الموجودة في الكنيسة تبقى على مدى الأزمان حافظة لتاريخنا العريق وحضارتنا المجيدة. فمنها نؤكد تاريخ المسيحية في الشرق العربي، ومنها نتبارك بقداستها وبركة قديسها. من هذا المكان المقدس، من طيات تاريخ المحفوظة بهذا المكان، نتمنى أنه بالقريب العاجل نعمل على ترميم المتحف بالشكل الصحيح، بالشكل اللي يواكب فيه التطور، بشكل يحافظ فيه على تاريخ المسيحية من الاندثار. نشكر قناة نورسات اللي هي دائماً سند لنا والداعم الرسمي لتغطية كل احتفالاتنا، وسند لنا بالمحافظة على تاريخ المسيحية بالأردن. كل الشكر لهم والمحبة والتقدير. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ضيق، ملجأي في كل ضيق. أظهرت نتائج الانتخابات البلدية التي أجريت في المملكة قبل أسبوعين أن السيدات حصدن 1030 مقعداً في مجالس المحافظات والمجالس البلدية وأمانة عمان الكبرى، حيث كشفت النتائج تمكن السيدات من الفوز ب 121 مقعداً بالتنافس في المجالس البلدية و 326 مقعداً بالكوتا النسائية، ليصبح العدد الإجمالي لمقاعد النساء 447 مقعداً. ويعتبر المراقبون هذه النتيجة نقطة هامة في مجال تعزيز وصول النساء إلى مواقع صنع القرار، اللواتي أظهرن في الدورات السابقة قدرتهن على تقديم الخبرات والمعارف التي يمتلكنها لتحقيق تنمية مجتمعاتهن المحلية. كانت نتائج الانتخابات البلدية لهذا العام 2017 متميزة عن سابقاتها من السنوات الماضية، فكانت مشاركة المرأة ونتائجها تنافسياً كان متميز بأرقام واضحة للجميع على مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى مقاعدها عن الكوتا. هذا إذا دل على شيء فهو يدل طبعاً عن إثبات وجودها وعن الوعي التام لدورها في المجتمعات بكافة مستوياتها، فكانت هذه النتائج المرضية للجميع. المرأة تحاول إثبات الوجود، ولكن الحكومة لها دور كبير في ذلك، ابتداء من الكوتا. صحيح أن موضوع الكوتا غير مرضي للسيدات، ولكن هي نقطة انطلاق،
ومشكورة الحكومة عليها، ولولاها لا ما استطاعت السيدات الوصول إلى المواقع المختلفة وعلى مستويات متعددة. نأمل مستقبلاً أن يكون التمثيل أكثر وأكثر، وخاصة في المجالس البلدية. المجالس البلدية بتهيأ لي بلديتي هي بيتي، وما أراه في بيتي أتمنى أن أراه في مدينتي، نظافة، خدمات على كل المستويات. لذلك نأمل أن تتلاشى الكوتة تدريجياً بحيث لا نراها، ولكن نرى المرأة في المواقع المختلفة، لأنها هي أخت الرجال، وبالنهاية صوتك للمرأة هو حق لأختك ولأمك ولشقيقتك ولكل المستويات. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. مع النحو السلام مهرجان فني من تنظيم المهجرين العراقيين. متحف كنيسة الروم الأرثوذكس في الفحيص ضمن حلقات كنيستي. 1030 مقعداً للسيدات في مجالس البلديات والمحافظات. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.noursatjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.